ادخل في الكادر. ماشي. عمرك ضحيت بحاجه قبل كده؟ اه. ايه بقى؟ انت حاضر النهارده؟ انجز يا خالد. راح يتوضى ده اخوان اهو. دقن اهو. في اخوان في الحته هنروح دلوقتي ناكل من احسن محل في الشيراتون. اه. وانضف محل في شيراتون. طبعا. واجمل. ربنا يسامحنا على الكذب بتاعنا ده. تاكل ايه يا وائل؟ بتحط ايه؟ بتحط على جبنه. ايه؟ بتحط على جبنه؟ شقة بلد بلد. اي ميكس. بقول لك حاجة محترمة. طرمه نشرب قهوه. احنا داخلين وقدمين طردونا. قهوه ايه ده؟ احد يرضي؟ نقرا الفنجان. زي ما انتم شايفين كده ايامنا زي الفل. طبعا الكلام ده اهبل يعني، بهزر يعني، مش الكلام ده. فوتوغراف عمرو شريف. فوتوغراف فوتوغراف. لازم فوتوغراف. عايزين فوتوغراف. اوكي 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 يس. او ماي جود او ماي جود. ايش قادر فوتوغراف. خالد تعال. بتعمل ايه؟ تعال بتعمل ايه؟ شفت اخر فلوج؟ لا والله لسه نزل امبارح. مش صح. نزلته امتى؟ مش امبارح؟ امبارح الصبح. لا مش امبارح. كنا نازلين المفروض متفقين مع اسامه. المهم امبارح متفقين نتقابل انا واسامه في التحرير عند راب. اسامه يا عيني معدته وديته عند كابر الصبح. هناك لا نفسه عند كابر الصبح. ده بجد؟ لا والله تهت. صدق حلوة. بعد كده يلا الحمد لله. انت فين يا اسامه؟ انا عندي كام؟ انا صبحي كنت بعمل السمارت روم. وبعد كده حصل يا جاي على انا ليه؟ ايه ده؟ هاي امور عمرو. هو ليه؟ برضه شفتني في ال طيب ماشي. صديق عمرو صديق عمرو. خلاص سلام سلام. باي باي جمهور عمرو. لما كنت عايش في السعودية بنزين أبو ضحيت إن أنا ما يبقاش ليا أصحاب وأعيش عيشة زي المصريين في الأول. ضحيت بمستقبل كبير. مقابل إيه بقى؟ مقابل إن أبقى عايش ماديا كويس ومرتاح ومبسوط حاليا، وإن أنا في الأكاديمية وبلبس لبس شيك وباكل أكل شيك. أكل شيك إيه؟ أكل جميل ونضيف. وبقيت مصاحب أسامة ومالك وأديل. نورني. مصطفى جاي علينا أهو وقاعد جنبك يا عم. حبيبي انا في دلوقتي ده اليومين دول هي الحته دي ان انت انا ضحيت بحاجه مكان حاجه ثانيه. يعني كنت عايش في السمارت روم والكلام ده كم يوم دول كنت مسحول بقى مع في كذا حاجه ثانيه مع ابويا مثلا كده. فانت ممكن تاخر حاجات معينه في حياتك مقابل حاجه ثانيه. فاهم؟ تفتكر ان ربنا في الاخر هو عمل لك الخير؟ هو كان احسن منك. مفيش حد بياخد كل حاجه في الدنيا. يعني انت هتاخد حاجه وهتسيب حاجه دايما كده. في ناس مثلا بتعمل ايه؟ بتسافر مثلا كتير وما بتحوش مثلا حاجاتها مقابل ان هو يستمتع بالسفريات بتاعته. وما يحوشش وما يتجوزش الا يتجوز متاخر. فاهم قصدي؟ واحد تاني يقول لك انا احوش فلوس واتجوز بدري. في ناس صح؟ بتلاقي ما فيش حد ياخد كل حاجه، دايما بتلاقي بياخد حاجه معينه بس. انا اعرف واحد معيد جاله عقد بره اوروبا. تمام. قال لي انا كنت مبسوط جدا بره، انا كنت باخد فلوس حلوه جدا، كنت ساكن جوه الجامعه وبحوش فلوس كتير جدا. بس مشكلته في حاجه واحده، هو وحيد ابوه وامه، ابوه تعب فاضطر يرجع ايه
ساب كل حاجه. انا حاليا متاخر في موضوع السمارت فون ده، بس ان شاء الله ايه هتكمل. عنده 10 من بيه دلوقتي، هنطلع على نطلع صاله العصر ونطلع كورس كورس دي اي في بتاع الطياره. الراجل المزعج اهو عمال يتكلم من اول ما قعدنا. يلا لا بيحسك على الصلاة، سبحان الله محترم، سبحان الله. عمر الشريف دايما قبل كده ستوب قبل كده انا بقول له بيقول ايه، كنا في مؤتمر في ليبيا بيقول لي تعالى نطلع نصلي المغرب، قلت له لا لا اصلا مش متطلع، قال لي تعالى نطلع نصلي، قلت له اصلا مش مستحمى، قال لي لا عادي، قلت له اصلا عندي كلب، قال لي انت كذاب. برضه جرينا هنا في ديتو تلاقينا نصلي. يلا 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 بينا يلا بينا يلا بينا. بصور المرايه كل يدي كل يدي افابه. حدش عايز يقول حاجه؟ هي شغاله فعلا؟ اه شغاله بتصور. اه على فكره فلوج والله في يوتيوب. اه والله شغال. اقول ايه بقى؟ قول اي حاجه. قول 2 4 4 3 4 ده يرمز الى ايه؟ ايه؟ رقم البريد. خلاص انا بقيت عمرو الشريف بس على تخين شويه. على شوكولاتات مرس زياده. بص انت كنت تخين؟ طب قول للفيورز بتاعتك كده انت كنت كام كيلو خسيت بكام كيلو؟ 20. ودلوقتي؟ في الثمانينات. ثمانينات؟ اهلا اهلا. اصلي طبعا. اصلي؟ اصلي 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 يبقى تقليد ولا؟ السلام عليكم. عامل ايه؟ عمرو شريف. عامل ايه؟ تمام. الكورس كله قبل ما يبدا الكورس هنطير الطيار الاول. مصطفى مقريف شويه. ليه مصطفى كده؟ عيان مصطفى يا عيني. حماس المفروض نعمل بقى حاجه زي كده زي اللي شفناها من شويه دي، او احنا بنشوفها دلوقتي. المفروض نعمل حاجه زي كده دلوقتي، نعمل طياره بتطير بطريقه ناعمه ما عندهاش مشكله في الكنترول. يلا نرجع نشوف بقى السيشن. خدنا بريك نصلي المغرب قبل ما العشاء تأذن. كورس حلو جدا عجبني عجبني قوي. مش مجرد انت عايز تعمل طياره فبتركب حاجات مع بعض، انت بتفهم انت بتعمل ايه بالظبط عشان اختار كل حاجه على اساس علمي مش على اساس ايه مش فاتي يعني. صلي بس لازم يبقى. انا عاجبني جدا الكورس بجد، ما كنتش اتوقع كده هو كده بجد يعني. انا يعني بس الحاجات دي كلها بقرا عنها كده طياره في كل حته حته، حضرتك مجمع كل ده في حته واحده، فانا كده كله ده ترتب كده في دماغي. لا هو قوي قوي جدا. ربنا يخليك. هنبدا تاني بعد البريك. خلصنا. باشمهندس عبد الله على وضعه. صلاح. الطيارة حكاية. شكرا يا باشمهندس. شكرا. سامع رجال. ايه رايك في الكورس؟ لا حلو. عندي كميه معلومات حلوه جدا ممكن اعمل بيها الطياره ان شاء الله. على علم مش بس انت واحد مجرد انت بتركب وخلاص ويلا بينا، فاهم؟ اه دي اكتر حاجه عجباني. ان انت عندك عامل معادلات عندك حاجه كده. ودي حاجه كويسه. خلاص كام بتاع النهارده؟ دايما في حياتك هتضحي بحاجات كتير، دايما. ضحي براحتك، فلوسك، صحتك، وقتك. لأي حاجة تانية، أيا كانت إيه، لو فاكر هتجمع كل حاجة وتاخد كل حاجة يبقى أنت غلطان، بس دي الحالة اللي أنا كنت فيها في اليومين دول، إن شاء الله لازم أخلص مشروع الأوضة ده،
بدري بدري طبعا مع الطياره اللي سافرت كده النهارده، هعملها باذن الله. بس كده ان شاء الله ان شاء الله بكره يبقى احسن.